عندما تصل إلى أعلى عجلة الملاهي الدوارة، قد تشعر فجأة بخوف شديد من السقوط بالخطأ. لكن ماذا عن سفينة سياحية على رسلك؟ هذه السفن قد تكون أطول من برج إيفل، لذلك ليس من المستغرب أن تكون واقفاً هناك تتأمل المناظر وتتساءل فجأة، ماذا سيحدث لو سقطت عن سطح سفينة؟ في أغسطس 2018 كانت امرأة بريطانية تبحر في البحر الأدرياتيكي. لم يكن هناك أي شيء خارج عن المألوف، مجرد عطلة صيفية مثالية في بحر شاسع. كانت السفينة النرويجية ستار متجهة إلى مدينة البندقية في إيطاليا بعد مغادرتها فارغارولا في كرواتيا. كانت المرأة على الطابق السابع عندما سقطت من مؤخرة السفينة قبل منتصف الليل مباشرة. حدث ذلك على بعد 100 كيلومتر تقريبا قبالة ساحل مدينة تسمى بولا، وهذه مسافة بعيدة جدا لطلب المساعدة. وحالما علم طاقم السفينة بالحادث، بدأوا عملية بحث وإنقاذ كبرى، وتحققوا من كاميرات المراقبة على متن السفينة لمعرفة وقت وقوع المرأة بالضبط. وبهذه الطريقة تمكنوا من تحديد موقع السفينة الدقيق في ذلك الوقت. وتواصلت السفينة أيضا مع السلطات، والتي أرسلت بدورها سفينة دورية وطائرة وقاربي إنقاذ للبحث عن المرأة. استمر البحث طوال الليل، أشرقت شمس اليوم التالي ولم يعثر على المرأة بعد. لكن بعد ذلك وفي حوالي الساعة 9:30 صباحا رأوا جسما في الأفق. هل يمكن أن تكون هي؟ وأثناء اقترابهم يبدو أن المرأة رأتهم أيضا، فقد بدأت تلوح بيديها. وعندما وصل إليها قارب الإنقاذ أخيرا، بدا واضحا أن المرأة كانت منهكة وبردانة وفي حالة صدمة، لكن بدت في حالة ممتازة لشخص قضى 10 ساعات عائما على مياه البحر في انتظار وصول المساعدة. عثروا عليها على مسافة تبعد 1.6 كيلومتر تقريبا من مكان سقوطها، ونقلها فريق الإنقاذ مباشرة إلى المستشفى. وبعد الخضوع لجميع الفحوصات اللازمة، خرجت من المستشفى مع قصة مذهلة لتشاركها مع العالم. حسناً، هل هذا الموقف المعتاد الذي يواجهه الشخص عند السقوط من سفينة؟ للأسف لا. احتمالات النجاة من السقوط من ارتفاع شاهق كهذا، ومن ثم قضاء الليلة في وسط المحيط، ضئيلة جداً، على أقل تقدير. لكن كانت هناك عدة عوامل اجتمعت في صالح هذه المرأة، فقد عملت كمضيفة طيران، لذلك من المرجح أنها كانت تعرف ما يجب فعله أثناء الطوارئ أكثر من الشخص العادي. وفي إحدى المقابلات التي أجرتها، ذكرت أنها حاولت الاحتفاظ بهدوئها والغناء طوال الليل لإبقاء نفسها دافئة، كما أنها امتلكت لياقة بدنية ممتازة، لذلك تمكنت من إبقاء جسمها عائماً في المياه. على الجانب المشرق، لا يجب عليك القلق بشأن السقوط من متن سفينة إن كنت قد حجزت رحلة بحرية أو ترغب في القيام بذلك في المستقبل، فمعظم السفن لا تواجه هذا النوع من المشاكل، ولو حدث ذلك فإنه يكون نادرا جدا. تقول جمعية خطوط الرحلات البحرية الدولية إن هذا النوع من الحوادث يحدث لشخص واحد فقط من كل 1.3 مليون راكب. وقد يطمئن قلبك أكثر إن أخبرتك أن لديك فرصاً أكبر للإصابة بالزكام أو الإنفلونزا على متن السفينة. لكن في تلك الحالات القليلة التي يقع فيها الشخص من متن السفينة، كيف يبدو الموقف بالتفصيل؟ حسناً، يعتمد الأمر كثيراً على شهود العيان. إن قاموا بإبلاغ الطاقم على الفور بالحادث، فسيكون هذا الوضع المثالي. لكن بغض النظر عن وقت اكتشافهم للسقوط، فإنه يتم اتباع بروتوكول الطوارئ دائماً. أولاً، يتم إخطار قمرة القيادة، ويقوم القبطان في العادة بإيقاف السفينة فوراً وربما العودة للوراء. كما تقوم قمرة القيادة بإبلاغ السلطات بالحادث وتنبيه خفر السواحل حتى يتمكنوا من إرسال قوارب إنقاذ ومروحيات أو طائرات صغيرة. وأثناء حدوث كل ذلك، يتعاون أفراد طاقم الطوارئ للعثور على مكان سقوط الشخص، ويقومون بإلقاء عوامات إنقاذ من السفينة للمياه للتأكد من أن الشخص لديه عوامة نجاة أثناء انتظار الإنقاذ. قد تكون هذه العوامات سترة نجاة وعوامة من تلك العوامات البرتقالية التي تراها معلقة على درابزين سطح السفينة. إبقاء جسمك عائماً في المياه العميقة مهمة صعبة ومضنية، لذلك قد تشكل هذه العوامات فارقاً كبيراً. مرة أخرى،
إن علم الطاقم عن الحادث من البداية ولم تكن السفينة قد تعدت مسافة كبيرة في ذلك الوقت، فسيطلقون قوارب النجاة على الفور. عدا عن ذلك فستستمر عمليات البحث والإنقاذ حتى يتم تحديد موقع الشخص في المياه. لكن الوقت عامل حاسم هنا، ليس من السهل التعامل مع مياه البحر العميقة والشاسعة والعدوانية، وفي حال لم يرى أي أحد سقوط الشخص ولم تتم ملاحظة غيابه سوى في وقت متأخر، فستصبح فرص إنقاذه ضئيلة حوالي 10 إلى 15%. لماذا هذه النسبة منخفضة للغاية؟ أولاً، المحيط شاسع، والعثور على شخص واحد يعوم وسط كل تلك المياه الزرقاء الشاسعة ليست مهمة سهلة، كما أن البحر ليس مكاناً نظيفاً وصافياً، بل عكس ذلك في الواقع، فقد يكون هناك حطام ونفايات عائمة والتي قد تضلل عمال الإنقاذ. هناك مهمة أخرى صعبة، ألا وهي البقاء عائماً حتى يتمكن رجال الإنقاذ من رؤيتك بشكل أساسي. تخيل أن تضطر إلى تحريك ذراعيك وساقيك بشكل مستمر للحفاظ على وزن كل جسمك بالقرب من السطح حتى يبقى رأسك فوقه. لا توجد أرضية تحت قدميك، لذلك عليك أن ترفع نفسك. الآن تخيل القيام بذلك مع إصابة. في حال سقطت من ارتفاع شاهق ستواجه خطر انكسار عظامك عند اصطدامك بالماء. لماذا يحدث ذلك؟ لأن المياه تكون كخرسانة عند السقوط من علو. هل تذكر حديثي عن كون بعض السفن السياحية أطول من برج إيفل؟ نعم، هذا ارتفاع شاهق بالطبع، وقد تتوقف عن التنفس أيضاً أو تواجه ما هو أسوأ. قد تكون درجة حرارة الماء عاملاً حاسماً أيضاً. عندما يسقط الشخص في مياه باردة فإنه يصاب تلقائياً بصدمة برد، ومن دافع الغريزة سيحاول استنشاق الهواء أثناء وجوده تحت الماء. ودعنا لا ننسى خطر انخفاض حرارة الجسم. عندما تكون درجة حرارة الماء حوالي 5 درجات مئوية، فإن الشخص لديه 60 دقيقة فقط قبل أن يصبح جسمه بارداً للغاية. أما إن كانت 10 درجات مئوية فإن ذلك الوقت يتضاعف، وفي 15 درجة مئوية يتضاعف هذا الوقت ل3 مرات، وهكذا. بشكل أساسي، إن سقطت فاسقط في مياه استوائية، أو أتعلم؟ لا تسقط أبداً. وإن كنت ستتبع تلك النصيحة الأخيرة فإن الاحتمالات ستكون في صالحك، فسفن الرحلات البحرية الحديثة أكثر أماناً من أي وقت مضى، وهناك عدة طرق تتبعها لمنع حدوث ذلك من الأساس، وتشمل هذه التدابير الوقائية زيادة الدرابزين حول الطوابق وجعل هذه الحواجز أطول حتى لا يسقط الأشخاص منها. وظهرت مؤخراً بعض أنظمة الكشف الحديثة مثل مستشعرات الحركة والرادارات وأجهزة التتبع لإضافة المزيد من الحماية. وباختصار، حسناً، أعلم أنني أطلت عليكم، فإن التدابير التي تتخذها هذه السفن لمنع الناس من السقوط عن سطحها تجعلها واحدة من أكثر الوسائل الآمنة للسفر، لذلك لا حاجة لإلغاء رحلتك البحرية في الكاريبي والتي انتظرتها طويلاً. لكن أعرف ما تفكر به الآن، فأنا أيضاً شخص يحب أخذ كل الاحتياطات. في حال وقع الأسوأ وتعثرت بالخطأ أثناء النظر فوق السور وأنت منبهر بحجم السفينة الهائل، فإليك ما يجب عليك القيام به للبقاء حياً، البقاء عائماً. حقاً يا قناة الجانب المشرق، كنت أخطط لقول إنباتي خياشيم. حسناً حسناً، لقد نلتم مني. يصبح البقاء عائماً أسهل بكثير عندما يكون هناك شيء يمكنك التمسك به، لكن أعتقد أنه لم يكن لديك وقت للإمساك بتلك العوامة أثناء سقوطك من جانب السفينة. لذلك املأ رئتيك بالهواء واستلقي على ظهرك مع مد ذراعيك وساقيك، حركهم ببطء لتبقى عائماً. ستساعد هذه الوضعية أيضاً رجال الإنقاذ في العثور عليك بشكل أسهل. وهناك طريقة أخرى يتم تدريسها في القوات البحرية الأمريكية، ويطلق عليها الطريقة المضادة للغرق، وتستخدم في المياه العاتية. مد جسمك مع توجيه وجهك للأسفل وارفع رأسك للتنفس، عدم خلع قميصك. أنا جاد، بسبب كونك في وسط المحيط فإنك معرض لحروق الشمس وضربة الشمس، لذلك لا تخلع ملابسك لأنها ستحميك. عدم شرب ماء البحر، ستشعر بالعطش بالتأكيد، لكن تركيز الملوحة العالي في مياه المحيطات سام للإنسان، وبشكل عام يمكننا استهلاك كميات ضئيلة من المياه المالحة،
لكن لا يمكن للجسم معالجة كميات أكبر. بعبارة أخرى، ماء البحر هو الملاذ الأخير، تماماً مثل ذلك الفندق المتهالك في آخر الجزيرة، المنتجع السياحي. لا يا صديقي، البقاء في مكانك. على الأرجح أن ردة فعلك الغريزية الأولى ستكون السباحة ناحية السفينة، لكن تكمن المشكلة في صعوبة تحديد المسافات في البحر، مما يعني أنك على الأرجح ستخطئ في حساب مدى بعد السفينة عنك، وسترهق نفسك في السباحة بدون جدوى. بالإضافة إلى ذلك، سيبدأ فريق الإنقاذ في البحث عنك في المكان الذي وقعت فيه، لذلك لا تترك هذا المكان. الحفاظ على هدوئك. أعلم أن الأقوال أسهل من الأفعال، لكن يجب عليك الحفاظ على طاقتك. والهلع يؤدي إلى العكس، سينهكك بشكل أسرع ويشوش تفكيرك. ما عليك سوى الحفاظ على هدوئك وتفاؤلك وانتظار وصول المساعدة. ستعثر عليك فرق الإنقاذ، لذلك لا تقلق. وحالما يتم إنقاذك، يمكنك الحجز في المنتجع السياحي. وفي الختام، إن تعلمت شيئا جديدا اليوم، فاضغط على إعجاب وشارك الفيديو مع صديق. وإليك بعض مقاطع الفيديو الممتعة. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن، وتذكر ابقى على الجانب المشرق من الحياة.